لكن قبل ما نختم، حاضر. طيب انت زويل التاني، طب ممكن تبعت لنا من فضلك؟ ممكن حضرتك تكتب لنا اللي عايز تقوله وتقوم تقوله في الجزء التاني من الجلسة؟ بشكرك. صراع باسم الإنسان. طيب بشكرك من غير انفعال. احنا هناخد كمان، عايز افكركم يا جماعة انه في الجزء. طيب بشكرك، بشكرك. احنا بنقول لك هنسمعها. بشكرك. باقي الشباب يا جماعة اللي كمان طلبوا أسئلة، عندنا مجموعة كبيرة من الأسئلة في الجزء الثاني من الجلسة، هنستكمل الاستماع ليه. من فضلك في أداب للحوار، من فضلك، ده مش مقبول. اكتب لنا حضرتك وتكون ليك مشاركة في الجلسة الثانية. بستأذنك سيادة الرئيس، عندك أي تعقيب قبل ما نختم الجلسة؟ طب تعالى لو سمحت، تعالى تعالى تعالى. تعالى اتفضل، اتفضل تعالى. الرئيس عندك بحظك مش سامع في البيت. انا هستأذنكم، مش هنحولها. بستأذنكم مش هنحول الجلسة لصيحات وهتافات، مش لعدم قدرتنا على الرد، لكن لأنه ده مش شكل متحضر أبدا لإدارة الحوار. فبستأذنكم مش هنعمل كده. تعالى اتفضل، تعالى تعالى. الرئيس بس هيسمع للشاب. أنا عايز أقول لك، احنا عاملين الكلام ده كله عشان كل شباب مصر وشباب العالم. انا بقى، انا خلي بالك بس، انا مش بكلم في الحب دلوقتي. انا بس عايز اقول لك ايه، احنا بنعبر عن نفسنا، بنعبر عن نفسينا، العرب واحد، وكل اللي احنا بنتكلم بيه والطريقه اللي بنتكلم بيها ناس بتشوفها وبتحكم علينا بيها. فانا عشان كده بقول لك تعالى وقول اللي انت عايزه، تعال. أنا آسف جدا يا جماعة. أهلا بكم في منتدى شباب العالم. أهلا بسمو الأمير حسن. أنا عالم مصري يا فندم، وثلاث سنين شغالين من الكفاح على مرض الفشل الكلوي، وعملنا كلية اصطناعية قابلة للزراعة في جسم الإنسان. من النهاردة مفيش فشل كلوي تاني. السبب في كده إن والدي توفى من ثلاث سنين بالمرض ده، وأنا من يومها خدته عدو ليا، واشتغلت عليه بكل الطرق، ما بين أكاديمية البحث العلمي والمركز القومي للبحوث وكلية صيدلة وكلية طب، وإحنا شغالين. شكرا. عايزين نوصل صوتنا. أنا ممكن أستأذنك؟ شكرا. أنا يعني سيادة الرئيس قال لي مشكلة شخصية، أنا عارف. بس يا فندم، ده انا فاهم ان ده مش موضوع الحاجه ان احنا بنتكلم في العلم، ولكن العلم ثقافه لما ينتقل من دوله لدوله. خمس دقائق يا فندم تقرير كنا حابين نعرضه من امبارح، ولكن ما قدرناش نوصل. خمس دقائق بنتكلم فيهم عن قد ايه مصر، قد ايه العالم هيشوف مصر وهي بتحارب مرض عظيم زي ده. مصر في الاسطوانه دي. بشكرك. ارجوكم نسمعها. بشكرك. ونتفرج على قد ايه مصر بتوصل. بشكرك. والشباب موجودين، والورلد جاست اي ام هير. احنا بنشكركم. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا سياده الرئيس على انك اعطيت لي الفرصه. شكرا جزيلا. نستكمل الجزء.